قال وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري إن قيادة الوزارة تولي مشروع سد حسان الاهتمام والأولوية، كونه مشروع استراتيجي هام سيغذي أكثر من 14 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في دلتا أبين. جاء ذلك في تصريح صحفي عقب لقائه في العاصمة عدن رئيس مجلس إدارة الشركة الكندية المقاولة بتنفيذ مشروع سد حسان. ووجه الوزير السقطري قضاء الري والجهات المختصة بتذليل كافة الصعوبات اللازمة لإنجاح المشروع في موعده المحدد، داعيا السلطات المحلية والجهات الأمنية والمواطنين المستفيدين من المشروع إلى التعاون وتسهيل مهام الشركة المنفذة لهذا المشروع الحيوي، والذي سيمثل منجزا عظيما يضاف لرصيد إنجازات الأشقاء الإماراتيين في بلادنا، وسيعمل على توفير المخزون المائي في حوض دلتا أبين وتغذية الآبار وري الأراضي الزراعية على جانبي الوادي على مدار العام. طبعا الان جاري الاعمال في مشروع سد حسان في جميع الاتجاهات فيه في كافه مراحله، ونقدر نقول ان المرحله الاولى هي اساسا مرحله تجهيز وتحضير، ومن 15 مايو الماضي هي اساسا المرحله الاولى لعمليه بدء التنفيذ الفعلي للمشروع في كل اتجاهاته. طبعا المشروع كما تعرفون او انكم متابعين، مشروع يعتبر بالنسبه لنا مشروع استراتيجي هام في هذه المرحله، وبدعم مباشر من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة صندوق أبوظبي الوطني، وتكلفة إجمالية حوالي 87 مليون دولار كمرحلة أولى.